قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ليس هناك رسل سبقوه. وما يذكر من أن إدريس هو سابق لنوح فإنه نقل لا يصح. لما؟ من بينها حديث الشفاعة، إذ يقولون إنك أول رسل الله إلى أهل الأرض، فيكون حديث الشفاعة نافيا لهذا المزعم. ولأثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكر هنا مضافا إلى ما ذكر من قوله: كان بين آدم ونوح 10 قرون. فقوله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ليس هناك رسل سبقوا نوحا، أما آدم فهو نبي مكلم، وقد سبق وأن أوضحنا هذا، ليس رسولا، آدم ليس رسولا وإنما هو نبي، أما نوح فهو نبي الرسول. فيكون تكذيب قوم نوح لنوح في أوليته من أجل أن من كذب رسولا فقد كذب بجميع الرسل، لأن الإيمان بجميع الرسل لا يتجزأ، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. قال: أولئك هم الكافرون حقا، من باب التأكيد، لأنه قد يشتبه على الإنسان أن فيهم من الإيمان ما فيهم، لأنهم لم يكذبوا بجميع الرسل. فلما أتت كلمة حقا دل على أنهم كفار ليس في قلوبهم شيء من الإيمان. أو لأن تكذيب قوم نوح لنوح لأنه عليه الصلاة والسلام مكث فيهم زمنا طويلا، فلما لم يفد ذلك الوقت قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فلما لم يفد ذلك الوقت الطويل في نصحهم ولم ينتصحوا، فكأنهم كذبوا بجميع الرسل، لأن هذه الفترة فترة كافية لأن يتائروا، مع أنه نوع الأسلوب في دعوتهم كما ذكر عز وجل في سورة نوح. لما ذكر عز وجل في سورة النجم الأمم السابقة ماذا قال عز وجل؟ وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قال: هم أظلم وأطغى، فدل على أن طغيانهم بلغ حده مما ليس في طغيان غيرهم.